مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة التي تعرف تهطل الأمطار الخير على مدينة البوغاز. إذن أمطار هامة تتهطل على مدينة طنجة في هذه الأثناء والأجواء الرائعة، جو يعني الطقس شتوي بامتياز. إذن هكذا تبدو الأجواء الشتوية بمدينة طنجة. كما وأن ذكرت سابقا في مباشر سابق على أن طنجة ستعرف تساقطات مطرية هامة ابتداء من اليوم الاثنين. ثم كيف عندكم الطقس مشاهدينا الكرام اللي كتابعوا معنا هذا المباشر من مدينة البوغاز؟ بغينا نعرفوا الأجواء الشتوية كيف دايرة عندكم في مدينتكم، فمرحبا بتفاعلاتكم وأرائكم مشاهدينا الكرام. ونحن في هذا النقل المباشر ولله الحمد مشاهدينا الكرام، بعد أيام من استقرار الجو في مدينة طنجة خلال الأسبوع الماضي تعود التساقطات المطرية من جديد. إذن ياسين من سيدي بنور يقول بأن سمكيناش في سيدي بنور، نأمل إن شاء الله بأن تعم هذه القطرات المطرية مختلف مدن وأقاليم المملكة خاصة المناطق الفلاحية. شكرا سليمان من طنجة على التحية. إذا المشاهدين الكرام أنتم معنا في هذا المباشر وأجواء رائعة، طقس شتوي مع بداية الأسبوع بمدينة البوغاز. شكرا لعبد الحلو من الدار البيضاء. محمد أشرف شكرا على التحية. إسماعيل يقول الله يرحمنا على قد تنفع، آمين. نحن في حاجة إلى التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء يا أخي، ولما لا، ستكون هذه الأمطار إيجابية على الفلاحين. شكرا نورة بقالي تقول تحية لطنجة مدينة الجميلة.
محمد بن هادي، تحية أخي العزيز من الفنيدق. الحمد لله على هذه الأمطار، ما عرفناش الفنيدق واش فيها شي شتا سي محمد. جمال شعفر يقول بصحتكم الشتيوة، نتمنى على أن الشتيوة تعم باقي جهات المملكة يا أخي. سعيد مساوي من برشلونة، شكرا لأفراد الجالية المقيمة بالديار الإسبانية وبالضبط في العاصمة الاقتصادية برشلونة، شكرا لك. ويقول تحياتي وبصحتكم الشتيوة. سليمان يذكرنا بأن توقعات الأرصاد الجوية تقول بأن الأمطار قادمة في الأيام المقبلة. مروة ريحان الله يرحمنا برحمته، طنجة مدينتي الجميلة، شكرا على تفاعلك. أمان من أكادير تقول تحية لكم وأخبركم أن أكادير ما فيها الشتاء، الله يرحمنا على قد نفع الجميع يا رب. شكرا لك أمان، تحية لمشاهدينا في عاصمة تونس مسا درعا. شكرا ريم تقول ما شاء الله على هذا الجو الجميل الشتوي. محمد بن هادي يخبرنا بأن الأمطار كذلك تتساقط في هذه الأثناء بمدينة الفنيدق بإقليم تطوان. شكرا لك يا محمد، صحتكم تتم الشتيوة. محمد من لاتازا يقول الله يرحمنا آمين. آيا نور فين كينا، نحن في طنجة يا أختي. كازا ما فيهاش ستقول ريم، شكرا لك، تحية لمشاهدينا في الدار البيضاء. الحلفاوي محمد تطوان الجو بارد لا أمطار، الله الله يرحمنا إن شاء الله. إذن يمكن إن شاء الله تعمكم تنتم الأمطار مادام كاين حالة ديال الشتاء، إن شاء الله غريبا غادي تزوركم الشتاء، لأن هنا جيران طقس تقريبا متشابه ما بين طنجة وتطوان. نتمنى إن شاء الله تنتم تكون عندكم الشتيوة خلال الأيام المقبلة. شكرا لمشاهدينا في الحمامة البيضاء بتطوان. أمل شكرا. أمينة الغالي تقول تحية لمغربنا الحبيب، أختكم الغالية أمينة من إسبانيا. تحية لمغاربة العالم الذين يتواصلون معنا دائما على قناتهم شوف تي في أينما تواجدوا، وذلك على مدار 24 ساعة. عبد النبي يقول الحمد لله على نعمة الله، الحمد لله. جابر من بن ملال يقول تحية لساكنة بن ملال إلى قناة شوف تي في، شكرا لكم جميعا، شكرا يا أخي. عبد الحميد الفتوح تبارك الله أمطار غزيرة. مشاهدينا الكرام كيف ما كتتابعوا معنا في هذه اللحظات، تساقطات مطرية هامة وغزيرة تصب على مدينة طنجة في هذه اللحظات، وأنتم معنا في هذا المباشر مشاهدينا الكرام مع هبوب رياح وبرودة في الطقس. كريمة ماني تقول الله يرحمنا يا ربي، حنا في القصر الصغير. شكرا كريمة، أكيد وقيلة تشتكينا في القصر الصغير على ما أعتقد، لأن القصر الصغير تابع لإقليم الفحص أنجرابي طنجة. على ما أعتقد ستكون أمطار الخير تتهطل كذلك في القصر الصغير، إذا
ميدان قصر الصغير تابعة لتراب إقليم الفحص أنجرة التي يوجد بها أكبر مركب مينائي في إفريقيا. يتعلق الأمر بميناء طنجة المتوسطي، وكذلك مجموعة من المشاريع التنموية، مناطق حرة، وكذلك لإقليم الفحص أنجرة يوجد كذلك مصنع صناعة السيارات. الجو الصحون في مدينة بني ملاح. شكرا لك يا جابر. حبات الأمل، تحية من شوف تي في من إيطاليا. شكرا لمشاهدينا في الديارة الإيطالية. ريم، الله يعطينا قد ننفع، آمين. أبو مصطفى السوداني، ما شاء الله تبارك الله. مريم تقول واش طنجة ولا تطوان؟ كيبان لي التاكسي طنجة. هذه طنجة يا أختي، أنت معنا مباشرة من طنجة وليس بتطوان. أنت في جولة معنا مع هذه التساقطات المطرية الهامة من مدينة البغاز، عروسة الشمال، عاصمة جهة طنجة تطوان الحسيمة. تحية لي حفيدة مريبيوسا من طنجة، شكرا لك. بوشعيب هودة، يا رب ترحمنا يا رب، آمين. عزيز شو يقول؟ أسماء صافية في سوس، الله يرحمنا، سعادتكم أنتم، تحياتي. إن شاء الله أنتم ما توصلكم سوى. بن زازا يقول يا رب تجيش عندنا لمدينة بن سليمان، إن شاء الله ستعم الأمطار بمختلف جهات المملكة. وردة، وردة تقول مدينة وجدة فيها هير البرد القارس. شكرا لك يا وردة. أحمد الشدادي يقول تحية لك أحمد من الحسيمة، العز لك. شكرا لك صديقي، وتحية لمشاهدينا في مدينة الحسيمة. الحسين الحسن من الجديدة، تحية لمشاهدينا في مدينة الجديدة عاصمة جهة دكان عبدة. شكرا لكم على تواصلكم. سليمان يقول بأن طنجة تكون أكثر جمالا في الجو الممطر. شكرا لك يا سليمان. إذن طقس ممطر مشاهدينا الكرام في مدينة طنجة في هذه الأثناء، وأجواء رائعة شتوية. أنتم تتابعون معنا هذا المباشر. إذا مجموعة من التفاعلات والتعليقات تتوصل بها من مختلف مدن وجهات المملكة وأيضا خارج أرض الوطن من مغاربة العالم. رشيد مجاهد يقول وأمطار غزيرة في باريس أيضا، الحمد لله. تحية لأفراد الجالية المقيمة في باريس بفرنسا. نور الدين الدراز يقول الحمد لله والشكر لله على نعمه. الحمد لله، نحمده ونشكره. الحمد لله المغرب في الفصول أربعة منتظمة، دلنا أمطار الخير تتهطل، وهكذا الأجواء. ونحن الآن في حي مسنان الشعبي،
نور الدين الرباط يقول تبارك الله عليك اخويا. شكرا يا صديقي، نحن معكم وانتم معنا. قناتكم شفتي في قناة كل المغاربة تتواصل معكم على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. توفيق بالهادي من مدينة تمارة يقول بأن الجو بارد في تمارة. تحية أخرى من عبد الرحيم من برشلونة، شكرا لأفراد جالية مقيمة في إسبانيا. علي نعامي من الجزائر يقول قطر الخير إن شاء الله، شكرا لك. خديجة من الرباط شكرا على التحية. المشاهدين الكرام نشكركم على تفاعلكم معنا وتواصلكم وتفاعلكم في هذا المباشر من طنجة، ونقول لكم أجواء الأمطار التي تمطر في هذه اللحظات وأجواء رائعة في هذا الجو الشتوي. إذا مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم، شكرا على تتبعكم وتفاعلكم معنا في هذا المباشر. ألقاكم في مباشر آخر، الله يرحمنا على قد النفع، وكنتمنى بأن هذه القطرات أو هذه الأمطار الغزيرة التي تعرفها مدينة طنجة بداية من زوال يوم الاثنين أنها تعم باقي جهات وأقاليم المملكة. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم في مباشر آخر ومساءكم سعيد، إلى اللقاء.